المنتج في مصر. الاستثمارات بهذه المنطقة مش هتتأثر بأحكام القضاء الخاصة بالغاز؟ لا ده مع المستثمرين الحقيقة، مع جزء المستثمرين، لكن مع الحكومات ما أظنش. وبعدين في حلول إن شاء الله، هنوصل لحلول. هنستأذن حضرتك، هنخرج لفاصل ونرجع مرة إن شاء الله. كل ده عشان عدنا مرة أخرى، وهرجع للمهندس صفوان السلمي وأسأله عن الاتجاه إلى أفريقيا. لما توقفت أعمال التشييد في مصر في الفترة من بعد ثورة يناير، بدأتوا تفكروا في الاتجاه نحو السودان. هل في دلوقتي خطة للاتجاه نحو دول حوض النيل والتوسع في ليبيا والسودان وهذه الدول؟ يعني طبعا لما كانش الحقيقة الأعمال البنية الأساسية في مصر الاستثمارات، واحنا بنعتمد على الاستثمارات الحكومية الحقيقة في معظم شغلنا، فاتجهنا لنخش في كل العطاءات بالذات أفريقيا، وخدنا شغل كويس قوي في السودان، طريق في جنوب شرق السودان بمليار و200 مليون شركة حسن علام، وخدنا مشروع صغير في أوغندا الحقيقة بس عشان أعرف السوق. مهمة أوغندا جدا طبعا، السوق الحرة اللي بين أوغندا وزامبيا، يعني في سوق حرة، خدنا مشروع ب 60 مليون هناك بس عشان أعرف السوق. وداخلين دلوقتي في نيجيريا الحقيقة، فتحنا مكتب في نيجيريا وفي دراسات. أسيبها كنا عاملين مشروعين الحقيقة، بس الكلام ده من 5 سنين وتوقفوا من 3 سنين، وفي تحكيم بيننا وبينهم للأسف. مين اللي عمل المشكلة، احنا ولا هم؟ لا والله هم، ما كانش في تمويل وتوقف المشروع عشان قلة التمويل. لكن دلوقتي انا لما بخش افريقيا برضه ببص عيني على التمويل، انا يهمني الشركات. يمكن الشغل اللي خدته في السودان وفي اوغندا ده تمويل من البنك الدولي ومن البنك الكويتي، انا يهمني التمويل الحقيقه عشان اخش في شغل بره عشان ما اتوقفش. المهندس صفوان، نعود لأجواء الاحتفالات بحرب أكتوبر وانتصارنا في حرب أكتوبر بأفكار يعني ابتكارية غير تقليدية. نحن بحاجة في هذا العصر أيضا لأفكار غير تقليدية. أنا بشكر سيادتك على هذا السؤال، وكان عشان فعلا أنا من زمان الحقيقة، عشان في راجل الحقيقة بطل حرب أكتوبر الحقيقي والحقيقة، والحمد لله احنا كرمنا محمد فوزي أول امبارح، بطل الحرب الحقيقي، رئيس سلاح المهندسين اللي هو جمال محمد علي، اللي شال حمل. انا لما احكي لكم سلاح المهندسين ده عمل ايه في الحرب اكتوبر، اولا من اول فتح الثغرات في الساتر الترابي، تحريق حقن الصواريخ، كانت معركه الصواريخ مع الطيران الاسرائيلي. نعم. كان سلاح المهندسين بيحارب الطيران الاسرائيلي 6 سنين فتره الاستنزاف، وانا ليا الشرف ان انا عملت منهم 22 قاعده الحقيقه. يعني فكان يمكن معاهده روجرز اللي تمت مع يعني في عهد الزعيم عبد الناصر، كانت بسبب ان انا اوصل بحقن الصواريخ الى خط القناه. بدون وصول حقن الصواريخ الى خط القناه ما كناش هنقدر نحيد الطيران في الحرب، وكان الطيران متفوق بنسبه 4-1 الاسرائيلي. الحقيقه دي بطوله كان يمكن احكي لكم قصه ظريفه طبعا. مش قصه الحقيقه، كل ما افتكرها اعيط. انا كلفت في يناير سنه 70 ان انا اشرف على، كان المينا مهدد بالضرب، المينا بتاع اسكندريه، فقرر رئيس سلاح المهندسين انه يعمل 6 كتائب حوالين المينا ولازم يتعملوا في شهرين. فالحقيقه انا يعني شرفت بتكليف ان انا اشرف على كتيبه منهم. فوجئت في يناير الساعة 2 الصبح، أنا كنت واقف في الموقع، وكان فاضل لنا يعني تقريبا على الشغل شهر ويكمل، بعربيتين جيب داخلين الموقع. أنت تخيلي يناير في الساعة 2 الصبح، فوجئت بالزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه، ومعاه محمد فوزي ومعاه قائد سلاح المهندسين نازلين من عربية جيب. طبعا عظمت، ايوه حضر الظابط، هتخلص القاعده، هتخلص امتى؟ قلت له قدامنا 20 يوم. قال لي لا ما ينفعش، كفايه 10 ايام، ايه اللي ناقصك؟ قلت له بس الشده الخارجيه قدامها 48 ساعه عشان الخرسانه تنشف، عشان قال لي اردم عليها وحاسب الشركه، الوقت اهم من الفلوس يا حضر الظابط. السلام عليكم، عاوز حاجه؟ انا ما حسيتش. طبعا انت ملازم اول ولا ايه؟ انا كنت ملازم اول احتياط. تمام مهندس، انا قعدت اعيط. ده في وقت الحرب؟ وخلصناها في 7 ايام بعدها. ده اثناء الاستنزاف. حرب الاستنزاف. ده في عبد الناصر مهتم بالمنطقه دي قوي. كانت المينا لو اتضربت ولا سلاح هيخش ولا قمح هيخش ولا اكل هيخش. كان فكره استراتيجي. كان فكر الحقيقه كل القوه دي، الحقيقه قائد الدفاع الجوي مع قائد سلاح المهندسين مع محمد فوزي، الحقيقه رجال
قل الزمن، قل الزمن. اقول لك ايه، قل الزمن يجب نفسهم. الامكانيات الفنيه لسلاح المهندسين كانت عاليه، كانت عاليه جدا الحقيقه، يعني فنيه وليس الماديه. لا لا لا، مش الماديه، الماديه اللي هي الامكانيات، الروح بتاعت. الروح كانت حلوه. مش الماديه. طب احنا عايزين انا حقول الالغام. حقول الالغام اتفتحت ازاي عشان افتح للجيش ورايا حقول الالغام اللي كانت في خط برليف، اللي كانت في خط برليف بالطريقه الصينيه. يعني ايه الطريقه؟ يعني اسرائيل عندها توربيد بيمشي على الارض بيفجر بينزل ضغط بيفتح السماره بيفتح طريق للجيش وراه. اذا كان في الغام بتنفجر احنا بنضحي بفصيله من المهندسين بيموت طبعا اصابات 50% فيها، ده مينيمم، اللي يتقطع رجله اللي يموت اللي ومع هذا متقبلين وبروح. انا لما اقول لك ايه ده، ما هي ملحمة إلى الآن بتدرس إيه في أكبر الأكاديميات العسكرية والاستراتيجية في العالم. الساتر وفكرة الساتر، تجربة العبور كلها لما اتعملت في قرعة الخطاط، ويمكن محدش يعرف الكلام ده قبل متعب نصب شهرين. تجربة العبور بالكامل والسوات اللي اتعملت والكباري اتنصبت وقواعد الصواريخ اتنقلت في قرعة الخطاط. أنا بحيي من هنا الحياة المرحوم جمال محمد علي، وأرجو من يعني لسه وأرجو من السادة الفريق الأول السيسي، أرجو يكرمه عشان ما تكرمش، عشان عشان التايمز علقت صورته وقالت بطل العبور. لا أرجو. احنا هنخرج لفاصل مشاهدينا الكرام ونرجع لحديثنا مرة أخرى مع المهندس صفوان السلمي. نرجع تاني مشاهدينا الكرام نكمل حوارنا مع المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء، ولسه نتكلم عن ذكرى اكتوبر. يعني حرب اكتوبر لسه في اسرار واسرار. طبعا في حاجات كتير قوي ما تعرفتش الحقيقه، وحاجات من ابسط العسائر ممكن في هذه الحرب، يمكن ما حدش يعرف ان كان كل كتيبة صواريخ كنا بنعمل حواليها 4 كتائب هيكليه عشان نتوج طيران العدو. وانا يمكن هحكي قصه، يعني انا كنت في المركز في المنطقه المركزيه، يعني في كتيبه انشاءات، وجالي اوامر الساعه 7 بالليل. سنه كام؟ سنه 9 اخر 69. واطلع بكتيبه من الكتايب اللي مش كتيبه، لا بسريه، واخد معايا كل العربيات الشركه واطلع على سلاح المهندسين اخذ الماموريه. كانت الساعه 7. نعم. وصلت اداره المهندسين الساعه 8، خدت منهم امر الماموريه فوجئت. طب ويوم العبور العظيم بقى؟ لا العبور ده ملحمه يعني، بس هي المهندسين اللي جهزت مسرح العمليات. يعني ايه مسرح العمليات؟ السواتر، الطرق اللي بين الكتايب، الممرات. خسائركم كانت كام في المية؟ المهندسين اكتر خسائر تقريبا 30%. اكتر خسائر في الحرب كلها؟ اكتر خسائر في الحرب كلها. كانت في ايه بقى؟ في العبور، في الكباري والالغام وكتاب الصواريخ. الناس دخلت في الالغام بس برضو خسائر المهندسين في الاستنزاف اكتر. فتره الاستنزاف ماديه ولا بشريه؟ لا بشريه الحقيقه. وكان بالعكس، يعني احنا كنا بنوصل جثه لاهل ناس كنا بنسمع عياتهم عشان الفراق، لكن زغاريت عشان هو شهيد. عمرنا ما سمعنا حد بيطالب مليم ولا بيقول شهيد ولا استغفر الله العظيم. احنا وصلنا لمرحله ايه؟ انت عايز حضرتك تربط بين الواقع ديت وما حدث بعد ثوره يناير؟ ما اعرفش والله، انا طول عمري يعني انا يهمني الوطن، يهمني الانسان المصري، الانسان المصري مش المادي، مش اللي بيبص القرش، مش اللي بيبص تحت رجله. وبعدين في حاجه برضه يا مجدي يمكن عاوز اقولها، ليه المسؤولين مروشين النهارده؟ وارجو من هذا الوزراء ولا بتاع، ارجو تطلع اي قانون، طالما الشخص ما خدش مليم في جيبه ولا ادى لحد مليم زياده ما يتحاسبش. خلي الناس تشتغل، خلي الناس تاخد يعني بجراءه الشغل. كنا كده في الجيش، كنا في الجيش على مستوى صغير بنعمل اي حاجه. يعني البلد كانت محتاجاكم في هذا الوقت، وهذا الوقت كمان ما زالت البلد محتاجه امثال حضرتك. يعني حضرتك من خلال منصبك الحمد لله، الحمد لله برضه روح اكتوبر والافكار الغير تقليديه لدفع الاقتصاد ودفع يعني قطاعات مختلفه. هي القياده اعطاء المثل للناس اللي تحتها، هي دي القياده، اعطاء المثل في الصغيره قبل الكبيره. يعني ما يجيليش رئيس الشركه خسران ويقول لي انا عاوز اشتري عربيه، بينزل من عيني. نعم. بغيره تاني يوم.
المثل للناس اللي تحتك. طب هل حضرتك لاقي قيادات وكفاءات دلوقتي ولا الحكايه صعبه؟ في منتهى الصعوبه للاسف. ايه السبب؟ يمكن مثلا لا تفرغوا القطاع الخاص خطف كل القيادات يعني اللي عليها العين. القطاع الخاص خطف. طب ايه الفرق بين الحكومه ديت وحكومه الدكتور هشام قنديل؟ لا فرق شاسع جدا. انا اذكر ان حضرتك كان يعني تكنوقراط 100% وفاهمه بتعمل ايه الحقيقه الى حد ما فاهمه يعني ماشي على خط ربنا وعاوزين يعني نقف جنبهم الحقيقه. يعني ما نكسرش المقاديف زي ما بيقولوا. انت شايف حضرتك ان المستقبل مشرف؟ ان شاء الله ان شاء الله. ايه المؤشرات اللي عندك؟ اهم المؤشرات اللي عندي في شغل هينزل، في الفلوس هتتحرك في البلد، في انا بشغل 90 صناعه، بشغل 4 مليون واحد. يعني الدكتور حازم بالله عارف الداء فين؟ يعني احنا والسياحه، السياحه يعني يمكن قدامها وقت، يمكن الفتره الزمنيه اللي تشيل السياحه هي القاطرتين ملموس على ارض الواقع. لا يعني فرص فعلا يعني استثماريه، في فرص للعمل، البطاله قلت، معدل التضخم. لا ما اقولكش قلت، بكدب اقول لك قلت، لكن ما فرغناش بطاله. احنا كنا بنفرغ بطاله في الفتره اللي فاتت. كان عمال الطراحيل اللي طبعا في عمال موسميه ما كانتش بتشتغل يا عيني. احنا في العمال الثابته دي غصب عننا بنديها 4 مليون متهيألي يا باشمهندس، تقريبا 4 مليون اللي هم العمال اللي هم اليوميه اللي بيشتغلوا. مفيش حصر مظبوط، لكن في حدود 4 مليون بداوا يشتغلوا تاني دلوقتي الى حد يعني نقول بنسبه 60%، وان شاء الله واتمنى ان الشغل يرجع زي ما كان الحقيقه واحسن. قدمت على خطه للحكومه بالمتطلبات اللي لا مقدم والله مقدم ان لازم نكتر وده شغل الفقراء الحقيقه، عندي مشاريع الفقراء، الصرف الصحي والميه. هل في تسهيلات بالنسبه للاستثمارات نقدر نقول اللي هي السياحيه؟ تسهيلات في البنوك واقفه والله جنب البنوك واقفه جنب الحقيقه، يمكن يعني البنوك انا اعرف يعني بعض رؤساء البنوك الحقيقه البنوك واقفه جنب المستثمرين السياحيين، بتاجل الفوائد، بتاجل الاصل الحقيقه. احنا في نهاية حديثنا بنشكر المهندس صفوان السلمي، يعني تطرقنا لأكثر من قضية في الحلقة دي، اتكلمنا عن الخصخصة، اتكلمنا عن حرب أكتوبر، اتكلمنا عن قطاع التشييد، والحديث بيطول، ونتمنى لمصر إن شاء الله التقدم، وكل سنة وأنتم طيبين. ومع مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.